اصلا مصابين، ده في حالة لو في حالات موجوده في اللجنه ولا حاجه. اما بالنسبه لفريق التعقيم ده ممكن هو بينزل معقم من المجان اماكن الصناديق، ولو في اشخاص اتحبت ما فيش اي مشكله. هو الصناديق ممكن تكلمي عن التعقيم اكتر. احنا كفريق التعقيم بيكون فريق معاون لفريق التدخل اثناء الطوارئ، بنقدم الخدمات المختلفه بتاعتنا، وهي اهمها في ظروف جائحه فيروس كورونا ان احنا بنهتم بتعقيم الاماكن، وده بيتم في مختلف الادارات او مختلف المصالح او الجمعيات او الادوار، سواء ايتام او مسنين او حتى اماكن جمعيات مختلفه. يعني الخدمه دي بتتقدم والمدارس في بعض الاماكن المختلفه على جميع الفروع الهلال الاحمر المصري 27 فرع في جميع المحافظات. بننزل في فتره الانتخابات عشان نعقم اللجان، لان بيتداول ليها المواطنين بشكل مختلف طبعا، وده علشان نامن حمايتهم ان هم يبدوا بارائهم وفي نفس الوقت في امان او في قدره ان هم يقدموا ده بشكل متاح ليهم، بحيث ان يكون الخدمه متوفره ومعاونه للحكومه المصريه في تقديم الخدمات بتاعتنا يعني. بس الماده اللي احنا بنستخدمها بتبقى ماده امنه جدا، ما بنزل كانيوم. المادة دي بتتقدم بتتخفف وبتتعمل بتتقدم بنطهر بيها الأماكن المختلفة. المادة دي لا بتأثر على الملابس ولا ليها ريحة ولا ليها طعم ولا ليها أي أثار جانبية، وبنتم تقديمها بشكل دقيق لأن احنا بنكون حاصلين على دورات تدريبية كيفية تقديم خدمة التعقيم بشكل ممكن.